الرول أعطينا القانون، هناخذ بعض الأمثلة. هنا السؤال find dw على dp، يعني partial derivative of w على p و w على q، بشرط أنه w تكتب r اس 3 زائد s اس 3، وعندي ال r وال s هما يكتبوا بال p وال q. اوكي، طبعا إذا سوينا قلنا إنه ما تحتاجه إنه تسويه، بس هذه الرسم أو هذه الشيء نسويها بس عشان نفهم شو الموضوع، بس إنه W عنده متغيرين R و S، أوكي، وكل متغير عنده متغيرين P و Q، عشان أوصل طبعا لل P ل W على P لازم أمر من هنا لهنا، أمر من هنا لهنا، هذا هو المعنى يعني. اللي هي طبعا تصبح دي دبليو على دي ار، دي ار على دي بي، زي دي دبليو على دي اس، دي اس على دي بي. زي ما قلت لكم يعني كان دايما حتى لما تسويوا هذا فكروا انكم لو تشيلوا دي ار كانه اختصار، بس هو ما اختصار، وتشيلوا دي اس تلقاه دايما هيك، دايما دي دبليو على دي بي، تلاحظوا شفتوا دي بي دي دبليو على دي بي، حتى لو واحد لخبط في المتغيرات دائما المهم انكم تدخلوا متغيرين R و S عشان تقدروا تشتغلوا. طبعا يصبح عادي سؤال، هذه W فكينا الـ OS عشان تصبح أسهل في الاشتقاق. طبعا لما نشتق هذه على أول شيء بشتقها على R، ودي R على دي بي. أوكي، نرجع للمقطع. طبعا هذه الكتابة اللي حيكتب كده، هو دايما قلت لكم في طريقتين للاشتقاق، اما تمر بالشين رول، اوكي، انه تكتب القانون هذا وبعدين تشتق دي دبليو على دي ار، اوكي، طبعا هي ار تكعيب يعني مشتقتها هي 3 ار تربيع، وبعدين تشتقوا ار على بي، هذه مشتقتها على بي هي كيو تربيع، وبعدين تشتقوا دي دبليو على دي اس، هاي دي دبليو تشتق على دي اس تبقى 2 اس، وتشتقوا اس على بي، هذه مشتقها بدلالة بي تصبح 2 بي ساين، هذه طريقة. اوكي، وبعدين شو تسوي؟ بعدين تعوضوا الار والاس بقيمهم، الار والاس تعوضوهم بي كيو تربيع وبي تربيع ساين عشان تلقى القيمة كلها تكتب بالبي والكيو. اوكي، بعد ما سوينا الاشتقاق عوضنا الار بقيمتها، هذه الار عوضناها بقيمتها والاس بالقيمه تبعها عشان نلقى اشتقاق كله بالبي والكيو. طيب تقول لي انا مفروض علي اسوي كده؟ مش مفروض، مثلا تقدروا تستغنوا عن شير رول اذا مفروض عليكم، او تقدروا تشتقوا من غيرها، يكفي انه الار هذه تعوضها بقيمتها والاس هذه تعوضها بقيمتها زي ما سوينا هنا. تلقى الدالة تقدر تشتق هذه مباشرة على البي، يعني مش مفروض انك تمر بتشير رول اذا ما قالوكش يوز شير رول، وهنا قال يوز شير رول، يعني زي ما فرض عليك انك تستخدم القانون، بس نقدر نشتق هذه الحالة. شفتوها هذه نقدر نشتق على بي سهلة، 3 بي تربيع كيو 6، هاي مشتقة هذه على بي، زائد مشتقة هذه على بي، 4 بي تكعيب ساين تربيع كيو، هو نفسه هذا لقيناه بتشير رول. يعني تقدر انت في قانون الداله تعوض بالمتغيرات الاساسيه تشتق مباشره عادي، يعني ما هو يعني تشير رول هو بس هدفه يسهل، اذا الداله معقده جدا يخليك انك تشتق دوال سهل، بس اذا عاوزين نستغنى عليه نقدر، يعني ما هوش حاجه الزاميه. نفس الشيء لو نشتق على كيو مشتقه ثانيه، إذا تشير رول تصبح دي دبليو على دي دي ار دي ار على دي كيو، يعني نمر بار عشان نوصل لكيو، ونمر باس عشان نوصل لكيو، هذا هو المعنى، نمر بار عشان نوصل لكيو، ونمر باس عشان نوصل لكيو. نشتق طبعا دي دبليو على دي ار موجودة، يعني ماهوش احنا سويناها حتى في الاشتقاق الأول، يعني حنكررها. اوكي، يعني هذه شفتوها، هذا هو نفسه هنا، واس هي نفسها، يعني حمر دائما بار واس اللي هم المتغيرات الاوليه، وبعدين نشتق دي ار على دي كيو دي اس على دي كيو نلقى المشتق.
هذا هو يعني، إذا نعوض نلقى نفس الشيء. يعني chain rule هدفها إنها تسهل ومش إلزامية، ما هي إلزامية. نفس الشيء هنا مثال آخر، هذه دالة فيها أربع متغيرات، وكل متغير يكتب بالـ X Y Z. أوكي، يعني أنت تقول طيب لو أخذ الـ R عوضها هنا والـ S عوضها هنا والـ V شو حيصير؟ مش حيصير شيء، بس حتصبح زي ما نقول دالة طويلة مرة، يعني هتكتب على سطرين. يعني تصوروا لو تاخذ هذه تعوضها هنا، والـ S تعوضها هنا، والـ V تعوضها هنا، أوكي، والـ T تعوضها هنا، شو حتلقى دالة بالـ X Y Z، تقدر تشتقها عادي. تصبح طويلة مرة، يعني تاخذ تقول ليش أنا أسوي هذا؟ ليش ما أشتق بتشير؟ بس تقدر، اللي قلناه تقدر تسويه، تقدر تعوضه ار اس في تي هنا، تلقى دايرة باكس واي زد وتشتق على الزد ولا على اكس ولا على اللي بدك. طيب إذا سوي تشير روت شو حيصير؟ الدبليو عشان أوصل للزد لازم أمر بالار والاس والفي والتي، يعني أقول دي دبليو على دي ار، دي ار على دي زد، لأني عاوز المشتقة على الزد. وبعدين ادخل الاس دي دبليو على دي اس دي اس على دي زد، وادخل الفي، وادخل التي، الاربع متغيرات الاوليه هذا اللي هما كلهم يكتبوا بالاكس واي زد. بعدين نشتق كل واحده، دي دبليو على دي ار سهله مشتقتها، شفتها يعني 2 ار، اوكي، دي ار على دي زد سهله 2 زد، دي دبليو على مشتقه على الاس، مشتقه على الاس سهله في، اوكي، ومشتقة ال V على ال Z هي X Y سهلة. أوكي، مشتقة على ال دي W على دي V الحين، على دي V هي S. أوكي، ففي V هنا، ومشتقة ال V على ال Y Z ما في Z في ال V يعني صفر. مشتقة ال W على دي T هذه مشتقة على T 3 T تربيع. أوكي، ومشتقة ال T على ال Z هنا هي 2 زد واي ولا 2 واي زد. بعد ما خلصنا الاشتقاق نيجي نعوض الار بقيمتها والاكس والفي بقيمتها، والاس هذه صفر ما تحتاج، والتي بقيمتها، نلقى المشتقة كلها بالاكس واي زد. حيكون نفس الشيء لو عوضنا من الاول واشتقينا على الزد، حيكون نفس الشيء. اوكي، يعني تشير رول عاود هي بس هدفها تسهل، واذا ما فرضت علي ما نحتاج نسوي. وهنا الاسئله كلها يو تشير رول يو تشير رول عشان نطبق القانون، بس اذا ما فرض عليا نقدر نستغنى عليه. نفس الشيء الامثله كلها، دي زد على دي اكس، زد فيها اربع، فيها ثلاثه متغيرات بي كيو دبليو، وكل متغير يكتب الاكس والواي. اوكي، يعني اذا عاوز اشتق على الاكس هدخل البي يو البي والكيو طيب الكواي والزد والدبليو، دخلناهم وكلهم نشتقهم على الاكس لانه عاوز مشتق على الاكس. وإذا على الواي حتكون نفس الشيء، بس مكان اكس هذا واي، هنا شفتوا واي 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 نفس القانون. اوكي، بس تبديل المتغير. اوكي، بعدين نشتق زد طبعا على زد، اشتقاق على البي والكيو والدبليو سهلة لأنه دالة سهلة، بينما لو كنا عوضنا هذم الكل هنا ممكن تصبح عندنا دالة معقدة تحتاج إنه نفك الأقواس وممكن نخطئ في الحساب. الهدف هنا ان تسهل لكم الحساب عشان ما تخطوا، لانه يعني لما يكثروا علينا الدوال تصير تلخبطه في الحساب ممكن نخطئ، بينما لما تكون دوال سهله زي كده نقدر نشتقها بسهوله. هذه اشتقاقها سهل، هذه سهل، كلهم يعني لينير فانكشن سهل الاشتقاق، ما يحتاجوا يعني تعقيد. اوكي، هذه هي تشير رول، يعني مجرد قانون. نفس الشيء مهما كانت متغيرات ما مش مهمه، هنا الداله عندها اربع متغيرات وكل متغير عندها ثلاثة متغيرات U V W U V W، وكل متغير يكتب بال X Y R S، يعني أربع متغيرات. أوكي، يعني اللي عاوز يسوي chain يكتب U V W كده، بس هذا بس عشان تجيبوا القانون مش مطلوب. وبعدين كل واحدة فيها X Y R S، لكن انا عاوز بس مشتق على الار، يعني هقول اليو فيها ار بس هي والفي فيها ار عشان اوصل للار بس. اوكي، يعني عشان اوصل للار بدي امر من اليو، دي بي على دي يو دي يو على دي ار، وامر بالفي دي بي على دي في دي في على دي ار، وامر بال دبليو دي بي على دبليو ودي دبليو على دي ار. اوكي،
لاحظوا دائما عاود لما تختصروا هذا معنى اختصروهم، بس للمعنى هو ما يصير اختصار، لأنه ما هي قسمة هذا. هتلقى دائما دي بي على دي ار اللي هي هنا، شفتوا دائما هذا دي بي على دي ار، انظروا لهم هذا نفس الشيء. دكتور تفضل. القسمة هذه عشان أتأكد إن الطرف عشان اللي سامح اي يعني. عشان نتأكد، بس هي ما هي قسمة، هذا بس نوتيشن للاشتقاق، يعني هذه مشتقة، بس القسمة عشان تتأكد. لو كانت هذه قسمة تقدر تختصر، بس ما عندهاش معنى اللي بقوله، لأنه ما هي قسمة، بس هي عشان أتأكد بس. عشان تتأكد إنه لما تختصر اللي يبقى لك هو هذا دايما تمام. دايما هذا. انظروا لهم دايما نفس الشيء، هذا دي بي على دي ار، دي بي على دي ار، دي بي على دي ار، هذا هو المعنى، بس عشان تفهم ما تلخبط بس. وبعدين الاشتقاق سهل، يعني اوكي تشتق البي على يو 2 يو على الفي 6 في على الدبليو سالب 4 دبليو، اوكي. وبعدين مشتق اليو على الزد على الار 2، هذه مشتق اليو على ار، مشتق الفي على ار سالب 1. شفت الاشتقاقات سهله، اسهل لو مثلا قلت انا هعوض هذا من كل هنا واشتق، اكيد تصير لي لخبطه لما تصبح عندي معادله مكتوب على سطرين، يعني الاشتقاقات لا الخبط في الاشتقاقات يكثر علي مطالب. انا ما بشير رول، شفت اشتقاقات سهله يعني دوال عاديه، يعني سهله هذه مشتقه على اليو سهله 2، يعني اشياء سهله ما هي معقده، بس تعطي نفس الشيء، حتى اللي يعوض يلقى نفس الشيء. دكتور تفضل. يعني الحين بتكون نفسها معادلة البي بس بنعوض عليها اليو والفي والدبليو. تقدروا تعوضوا هذا هنا، وبعدين تشتق على ار مباشره، لانك يعني لما حتعوض تلقى البي تكتب بالاكس واي ار اس، خلاص ما عاد فيها لا يو لا في لا دبليو، ما عاد فيها اي مباشره بس تلقى مغتبها. بعد التشين رول وش بتصير؟ لا ما عاد تمشي تشير رول، وقت تشير رول لازم يكون بالشكل هذا عشان تسويها، اوكي. يعني لازم تكون في متغيرات وسطيه زي ما نقول من البي، عشان نوصل للمتغيرات الاصليه الاخيره لازم امر بمتغيرات زي ما اقول في الوسط، هما اللي حيوصلوني للمتغيرات الاصليه للار اس، اوكي. اذا عوضت ما عاد في تشير رول، اوكي. يعني هو لما يقول لك يو تشير رول ما تعوض، انت تستعمل القانون هذا. اذا ما قال لك يو تشير رول وانت تقول لي والله انا اخير اني اعوض، عوض يعني تلقى نفس الشيء، بس انتبهوا لانه الحساب يصبح ممكن اكثر معقد اكثر، لانه يعني التعويض يخليك تصبح البي طويله مره، يعني تصوروا البي تصبح هذه كلها تربيع زائد 3 هذه تربيع ناقص 4 هذه تربيع، تصبح طويله وممكن تلخبطوا في الاشتقاق، بينما تشير رول ما تلخبطوا لانه اشتقاقات سهله، اسهل في الاشتقاق، بس تعطي نفس النتيجه. نعاود لانك في الاخر حتى لو سويت تشير رول ما تنساوش ان اليو والفي والدبليو تعوضوهم بمتغيراتهم، يعني لما اقول لكم اشتقوا البي على الار لازم تكتبوا لي بالمتغيرات الاخيره اللي هي اكس واي ار اس بهذم، يعني لانه يعني هذم كانهم غير موجودين، هم متغيرات بس وسطيه يعني عشان نستخدمهم بس المتغيرات الاصليه هم هذم اكس واي ار اس. شفتوا بعد ما اشتقينا عوضنا بالاكس واي ار اس، يعني رجعنا عوضنا كل قيمه من يو في دبليو بقيمتها عشان نلقى النتيجه بالاكس واي ار اس. طبعا هنا امثله كثيره عشان يكثر المتغيرات ويبدل، عشان ما تقعدوش مرتبطين بس باسم معين، يعني مهما يكون المتغيرات نقدر نسوي، مهما يكون ترتيبهم مهما يكون عددهم القانون هو نفسه ما فيش فرق، اوكي. طيب شو نحتاج؟ طبعا البارشال ديريفاتيف، دائما في البارشال ديريفاتيف وهي تشير رول تطبيق البارشال ديريفاتيف، حنحكي على امبليسيت بارشال ديفرنسيشن. امبليسيت بارشال ديفرنسيشن ثيورم شو يقول هنا؟ احيانا احنا دائما تلاحظوا المعادلات لما نقول لكم اشتقوا نعطيكم الداله كم تساوي، الداله تساوي شيء ونقول لكم اشتقوا، احيانا ما تجيكم الداله معطاه، تجيكم هي نفسها حل لمعادله، هذا هو الامبليسيت. يعني احنا غالبا لما نقول لكم اشتقوا اف اكس واي اكس واي ايكوال اشتقوا على اكس، تقول لي خلاص اقدر اشتق لك على اكس. طيب تصوروا الداله ما نعطيها لكم اكسبليسيت، هذا نسميها اكسبليسيت، الكتابه هذه تسمى اكسبليسيت، يعني الداله معطاه مباشره كما هي. احيانا الداله ما نعطيهمكمش مباشره، نعطيها لكم هي حل معادله، هي حل معادله ونقول لك اشتقوها،
هذا هو معنى الامبليسيت. هيكون في نوعين طبعا، هيكون فيه derivative والبارشال derivative. نبدأ الساعة. If an equation fxy equals zero determines implicit implicitly a differentiable function f، يعني f هي حل معادلة ما نعرفش قيمتها بالضبط، وال f عندها one variable، okay such that y equal fx، then dy على ds equal مشتقة ال y على x equal minus fx على fy. طبعا نذكر انه fx نقصده ب df على dx، هي هي fx اوكي، و fy هي df على dy. طيب شو معنى هذا الكلام؟ مش باين، ما نفهمه لما نشوفه كده. هعطيكم مثال عشان ده. هذه معادلة شفتوها، لكن الواي هو دالة، الواي داخل المعادلة شفتوه هو دالة، يعني هو ليش دالة الواي؟ يعني لو أقول لكم جيبوا الواي أنتم هنا دوروا على الواي، مش هتقدروا تجيبوا الواي، لكن لو أقدر أجيب الواي، الواي هتكتب بالإكس بدلالة إكس نسميها f of x. أوكي، زي لما أقول لكم مثلا y ناقص x تربيع يساوي زيرو، أعطيكم مثال سهل. الواي كم؟ الواي اكس تربيع، يعني الواي هي الداله، الواي هي الداله متغيرها اكس، ماهيش يعني ماهيش حاجه عاديه، هي الداله ومتغيرها اكس، هي نفسها تكتب الاكس. اوكي طيب شو المشكله هنا؟ المشكله هنا لما نقول لك اشتق لي الواي على اكس، لكن الواي ما عندك كم تساوي، ما عندكش واي كم تساوي عشان تشتقها. اوكي ما تقدر تشتقها مباشره لانه واي هي حل معادله. هذا شو اسويه؟ معادلة equal zero شفتها؟ يعني ال y هي حل معادلة fxy equal zero، جبنا الواحد على اليسار اسقط fxy. السؤال كيف نقدر نشتق داخل معادلة implicitly بنسميها، هذه نسميها implicit. تكتب القانون، كل ما تجيكم لما نقول لكم اشتقوا دالة وتلقاوا الدالة طبعا تلخبطكم، هي خاطر اسمها واي، انتم متعودين بواي متغير، هو متغير لكن هو نفسه داله، لانه لو اجيب الواي هيكتب بالاكس. لو نقول لكم اشتقوا معادله، هذا هو المعنى، تكتبوها تساوي صفر المعادله زي هنا، وبعدين تطبقوا القانون. يعني كيف نقدر نشتق من غير ما نجيب الواي؟ هذا هو المعنى، ما نعرفش الواي ونقدر نشتقها بس نعرف انها حل معادله. القانون شو يقول لك؟ مشتقة الواي على اكس هي ماينس مشتقة الداله، هذه مشتقة الدالة، هشتقها على x على مشتقة الدالة تشتقها على y. هذه الدالة لما اشتقها على x تصبح 6x تربيع، 6x تربيع هنا يعني تكعيب، زائد 2xy، 2xy هذه المشتقة على x مقسومة على المشتقة على y. المشتقة على y شو هتكون؟ مشتقة على الواي هي مشتقة هذه على الواي، لأنه هذه مشتقتها زيرو، مشتقة هذه على الواي هي إكس تربيع، أوكي، ومشتقة هذه على الواي 3y تربيع. شو صار هنا؟ لقينا مشتقة الواي على إكس من غير ما نعرفوا الواي كم، لأنكم لو بقول لكم جيبوا الواي هنا مش هتقدروا تجيبوها. الواي قيمتها ما نقدر نجيبها بالضبط، ما نقدر نحل المعادلة هذه، لأنها معادلة تكعيبية وفيها هنا إكس وواي، يعني صعب جدا انه نحلها. اوكي يعني هذا هو كلمه implicit partial derivative. implicit يعني نشتق داله معرفه بطريقه implicit، بطريقه غير مباشره ممكن نسميها كده، يعني الداله نعرفها بس مش ما نعرفش قيمتها بالضبط، نعرف انها حل معادله. بينما عكس implicit هي explicit. explicit يعني زي ما نقول لك y يساوي، اعطيها لك x تكعيب ماينس 5x تربيع، ونقول لك اشتقها، تقول لي خلاص اشتقها مباشرة، هذه اسمها explicit، يعني الدالة معطاة مباشرة. بينما الامبليسيت دالة موجودة داخل معادلة، هذه هي الدالة هنا، المتغير اسمه y. اوكي؟ هذا هو معنى الامبليسيت. وتقول لي امتى يجيني السؤال؟ يجيك بالشكل هذا، يعطيك معادلة ويقول لك اشتق لي متغير بالمتغير الثاني. اوكي؟ نفس الدالة هذه شفتها، نقدر نقول لك اشتق لي دي اكس على دي واي. ليش؟ لأنه الاكس نفسها لو عاوز تجيبها تقدر تكتبها بالواي، يعني هي نفسها الاكس هي دالة متغيرها واي. شو يكون دي اكس على دي واي مشتقته؟ عكس هذا، شفتوا هذا؟ لو أحط اكس فوق وواي تحت شو هي تعكس، كأني حاكسها.
فهمتوا المعنى؟ يعني اللي كتبناه هناك نقدر نسمي نغير اسماء المتغيرات. يعني هنا مش معناه دي واي على دي اكس دايما حتجيكم، تقدر هنا نسميها نقول لكم دي اكس على دي واي اكس على دي واي، شو حتكون؟ ماينس اف واي على اف اكس، لانه دي اكس على دي واي هي زي ما نقول معكوسه، هي معكوسه دي واي على دي اكس. اوكي، يعني تشتقوا دي واي على، يعني دي اكس على دي واي حتكون هذا على هذا. حتشوفوا امثله دكتور تفضل. بالاف اوف اكس المشتقه، اذا بغينا نشتقها نعامل الواي كانها عدد ثابت. اي اكيد تعاملوا كانه عدد، تشتق لما تشتق على الاكس الواي كانه ثابت، ولما تشتق على الواي الاكس ثابت. تمام. اوكي، هذا هو المعنى الامبليسيت. طيب شو اللي صعب الامبليسيت الحين؟ لما تصبح عندي اكثر فاريبلز، يعني تصبح عندي داله هنا ما فيهاش متغير واحد. شفتوا هنا لما واي تكتب الافكت، شفتوا رجعنا للدي العاديه هذه، ما هيش بارشال هذه، شفتوا هذه الدي العاديه. دي ليش دي؟ هذه دي الديريفاتيف اللي تعرفوها، الديريفاتيف اللي كنا نعرفه قبل. لما اصبح عندنا اكثر متغير ولينا نحكي على بارشال ديريفاتيف. اوكي، هنا بما انه داله بمتغيرين، يعني كل متغير يكتب بدلاله الثاني بس. بس لو عندي داله فيها ثلاثه متغيرات مثلا اف x y z، لو اقول لكم equal 0، لو نقول لكم جيبوا z شو حتلقاوها؟ z الجاي z حتلقاوها تكتب f x y، يعني عندها متغيري، يعني لما يصبحوا ثلاثه واكثر الداله يصبح عندها اكثر متغير. ما عاد نحكي على الديريفاتيف عاديه، نصبح نحكي على partial derivative، يعني في implicit partial derivative نفس الشيء، يعني يصبح عندي اكثر من متغيرين، يعني الداله تكتب أكثر من متغير. في الحالة هذه يصبح في أكثر من متغير. نفس الشيء، هذا مثال ثاني نفس المعنى دي واي على دي اكس. نمشي للتعميم الحين. لما يكون عندكم دالة بثلاثة متغيرات، أوكي، شو حيتغير؟ مش حيتغير شيء صراحة، نفس القانون، بس حيصبح الزاد بما أنها فيها ثلاثة متغيرات، يعني لو أقول لكم جيبوا الزاد هتلقوها تكتب بالإكس والواي، هذا هو المعنى بالإكس والواي. لما اقول لكم اشتقوا زد قول يا زد عنده متغيري، يعني هيكون في دي زد على دي اكس اند دي زد على دي واي. عكس الثيورم السابق الداله كانت بس فيها متغيرين، يعني واي تكتب اف اكس، يعني اشي لما افصل متغيرات بلقى الداله عندها متغير واحد. يعني لما اقول لكم اشتقوا تقول لي عنده متغير، يعني المشتقه هي اف داش اللي احنا نكتبها دي عاديه دي اف. هبكم بس تفرقوا، خاطر احيانا يلخبط واحد يقول شبيه، مره تكتبوها كده ومره تحطوها دي عاديه. في فرق، الدي عاديه لما تكون مشتقه عاديه، يعني داله عندها متغير واحد. لما يصبح اكثر من متغير نرجع للبارشل، لانه يعني الداله اصبح عندها متغيرين واكثر، ما عاد نقدر نشتقها عاديه، نشتقها كل مره على متغير من المتغيرات. اوكي، هذا التعميم، هو هذا بنسميه الامبليسيت ديفرنشال فانكشن اوف تو فاريبلز، يعني هذه الداله تكتب بمتغيرين. ولو عاوز اسوي الامبليسيت، يعني نقول لكم اشتقوا الزاد بدلاله اكس، مع العلم انه الزاد هي داخل معادله ما تقدر تفصلها. طبقوا نفس القانون، حبكم بس تتاكدوا انه نفس القانون هو نفسه. شفتوه هذا؟ لو كانت هذه زاد شو حيصبح؟ حتصبح هذه زاد. اوكي، نفس الشيء، ما فيش فرق. يعني لاحظوا معايا بس هنا تعميم، لانه اصبح عندي دي زاد على دي اكس هي ماينس اف اكس على اف زد، هذه اف اكس على اف زد، ودي زد على دي واي هي ماينس اف واي على دي زد على اف زد. طبعا نعاود نذكر انه اف اكس تعني بارشال اف على اكس، مشتقة الاف على اكس، والاف واي تعني مشتقة الاف على الواي بارشال، ودي زد والاف زد نفس الشيء مشتقة الاف على الزد. هذا القانون، هذا المثال شفتوه. لو اشيل واحده من المتغيرات، مثلا اشيل الاكس مثلا مثال، شو تصبح الزاد تكتب؟ تكتب اف واي بس، ما عاد فيها متغيرين، يعني هذه ما عاد موجوده، تصبح مشتقه عاديه دي زاد على دي واي. هذا هو المعنى، اذا في متغيرين بس تصبح داله عاديه، يصبح هنا الاكس غير موجوده، يصبح الثيورم هذا زي اللي قبله، زيه نفسه، لانه الداله اصبحت متغيرين مش بثلاثه. اوكي،
طيب هات نشوف المثال، يعني ما مش صعب يعني، بس اوكي هذه قال لك جيب الاشتقاقات هذه مع العلم انه الزاد ما عندك. شوفوا الزاد وين موجوده، موجوده داخل معادله، يعني مفروض اللي عاوز يشتق هذه اما يجيب الزاد اللي هي مستحيله انه يجيبها لانه هذه الداله ما نعرف نحلها، ويشتق او يشتق امبليسيتلي بنسميها. اوكي يعني شو معناه يشتق امبليسيتلي؟ يشتق المعادله كلها. كيف يشتق المعادله كلها؟ يستعمل الثيورم يقول لك مشتقه الزاد على اكس. ليش الزاد حنشتق على الاكس والواي؟ لانه الزاد هنا لو اقدر افصلها من المعادله، لو اقدر شو حلقى؟ حلقى زاد تساوي معادله فيها اكس واي، لو تقدر تفصلها، بس ما نقدر احنا، بس لو قدرنا نفصلها حيبقى لي متغيري. اذا اقول لك اشتقها تقول لي لازم اشتقها على الاكس وعلى الواي لانه عندها متغيرين الزاد. هذا هو المعنى ليش implicit partial derivative. لما اقول لكم اشتقوا زاد على الاكس سهله، هي ماينس اف اكس على زاد. هاو طريقة عشان تحفظوا القانون، هذم دائما عكس بعض، شفتوهم؟ يعني دكتور تفضل. الحين لما يقول لك دي واي على دي اكس، يعني الحين يقول دي على دي اكس، وش فرق عن دي واي على دي اكس؟ شو الفرق بين دي على دي اكس ولا دي واي على دي اكس؟ لا مفيش دي واي، يعني دي على دي اكس العادية او بارشل، ما عندناش واي هنا، عندنا ثلاثة متغيرات اكس واي زي اكس اي دي واي على دي اكس. شو دي على دي اكس؟ ايه. دي على دي اكس ودي على دي اكس، شو الفرق يعني؟ ما فيش فرق. عن كل واحدة يعني. لا شو انت قلت لي دي على دي اكس، دي على دي اكس؟ ايه لما يقول لك تطلع لي مشتقة شيء، يعني بدل ما تقول مشتقة تحط على دي على دي اكس، صح؟ وتشتق. اي يعني لما يقول لك مشتق يقول لك على اي متغير. يعني بدلالة. تشتق اي متغير، هذا المعنى دي على دي اكس، يعني اي متغير حتشتق عليه. هي نوتيشن بس. لما نقول دي على دي اكس لدالة اوكي نقدر نكتبها هنا كما نقدر نكتبها هنا، نفس المعنى، هي نوتيشن، يعني الدالة حتشتق على اي متغير، هذا هو المعنى. هذيك معنى دي على دي اكس ودي على دي واي ودي على دي زد، يعني زي ما قلت تشتق على اي متغير. اوكي تمام. يعني شفتوا هي الكتابة هذه اف اكس، احنا كنا نقدر نكتبها دي اف على دي اكس، يعني الاف حنشتق على اكس، هذا المعنى، هذه نوتيشن. يعني اشتق الاف بدلاله الاكس، الاف بدلاله الاكس، هذا هو المعنى. وين الاف بدلاله الزد، وين الاف بدلاله الواي. اوكي هذا هو معنى اف وسبسكريبت تحت المتغير. اوكي تمام. يعني هنا القانون يقول لي دي زد على دي اكس هي ماينس اف اكس على اف زد، بس عشان تحفظوا القانون بطريقه سهله دائما هذا عكس بعض، شفتوا؟ انظروا المتغيرات، شفتوهم؟ هذه طريقه ما عاد تخطوا فيها، صح ولا؟ يعني تكتب المشتقة وتقول احيانا طب يلخبط يقول فوق يعني في زاد ولا اكس تحت ولا ما فيش لخبطه، يعني دائما هذو عكس بعض. شفتوا القوانين؟ شيكوا على القانون اللي كتبته لكم، دائما هذو عكس بعض، شفتوا؟ اف اكس اف واي، حتى الثيورم الاول نفس الشيء عكس بعض. هذا يخليكم ما تخطوش، خاصه لما يكثروا عليكم متغيرات، لانكم حاولوا ما تحفظوش بالاسماء، لانه هنا مثلا لو غير اكس واي بزاد اكس ممكن تلخبطكم، يعني هنا دائما عكس بعض. شفتوا هذه فوق وهذه تحت، وتكتبوا اف مكان هي اللي حاشتق. هنا طبعا القانون يقول لي دي زاد على دي اكس هي ماينس اف اكس على اف زاد، يعني الداله هذه حاشتق على اكس. اوكي طبعا مشتق على اكس زي العاده، الاكس الزاد ثابت هنا، يعني المشتقه هي 2 زاد تكعيب، هنا ما فيش اكس، هنا المشتقة على اكس هي مشتقة اكس تربيع هي 2 اكس ضرب واي تربيع، وهنا ما في اكس، هذه المشتقة على اكس. المشتقة على الزاد الحين هذه زاد مشتقتها 3 زاد تربيع نضربها ب 2 اكس تصبح 6 اكس زاد تربيع، هنا زاد تربيع مشتقتها 2 زاد نضربها في سالب 8 تصبح سالب 16، هنا 16 لانه هذه 8. بعدين هنا ما في زاد، وهنا في 4 زاد مشتقتها 4. اوكي يعني هذا هو تعويض مباشر، يعني اشتقاق مباشر. ونفس الشيء في المشتقه الزاد على الواي، زي ما قلت لكم هي ماينس اف واي على اف زاد، بالعكس يعني، شفتوا بالعكس اف واي تشتق هذه على الواي، هنا ما في واي، هنا في واي مشتقه الواي 1. اوكي يعني تصبح سالب 3 زد تربيع، هذا كم هذا؟ وانتم العدد هذا، العدد هذا مش واضح هو في السلايد،
أكبره إذا ممكن يضعها أكثر. ممكن 8 دكتور؟ لو 8 تصبح الأعداد خطأ مش مشكلة، لك علاش حبيت أوضحه أنا، تصبح الحسابات خطأ مش مشكلة. لو 8 يصبح مشتقة على الـ على الواي سالب 8، هنا إذا 8 هذه 8، إذا 3 هي 3، أظن 3 حسب النتائج، حسب النتائج اللي هنا وهنا هذه 3. أوكي، يعني لما تشتقها على الزاد تصبح سالب 6. أوكي، على الزاد ما في لخبطة هنا، ما إذا هي سالب 3 تصبح مشتقة على الزاد سالب 6، سالب 6 صحيح، هاي 6 شفتها، يعني 3 هذه ما هي 8. أوكي، إذا 3 صح، حتى هذه صح، لما اشتق هذه على الزاد صح، ولما اشتق على الواي تصبح صح سالب 3، 3 يعني ما هي 8. طيب، يعني نشتق على الواي هذه تصبح سالب 3 زد تربيع، ونشتق على الواي هنا 2 واي اكس تربيع، وهنا ما في واي، أوكي تصبح 0. أوكي، هذا هو تعريف الامبليسيت ديفرنسيشن. وطبعا لما يجيكم السؤال يقول لي كيف اعرف امبليسيت، لما يقول لك اشتق من غير ما يعطيك القيمة الدالة يعطيها لك جوا معادلة، هذا هو كيف تعرفه امبليسيت. يعني يقدر هو يقول لك يوز امبليسيت، كما ما يقدر ما يقول لكش، يقول لي كيف اعرف انا هستعمل القانون هذا ولا تعرفه، من لما نقول لك اشتق دالة وما نقول لكش الدالة كم، بس نعطيها لك جوا معادلة، تقول ايه يعني هي موجودة زي ما نقول مكتوبة المعادلة بصفة غير مباشرة implicit. أوكي، بينما لو عاوز أعطيها، لو عاوزك تستخدم قانون العادي زي chain rule قلت لك كنت نقول لك الزيت كم، تصبح explicit بنسمح، يعني مكتوبة مباشرة الدالة، ما نحتاج أن ندور عليها ولا نستخدم قانونها. هذا هو معنى implicit differentiation، يعني نشتق دالة معادلة، نشتق متغير من غير أو معادلة دالة من غير ما تكون مكتوبة مباشرة. نفس الشيء هنا، نفس الشيء W هي fx y والx هي r cosine والy هي r sine. قالت أثبت، مو هذا موضوع، هذا مثال في آخر خارج هذا، هذا مثال chain rule مش في مكانه المثال هذا، chain rule أوكي، يعني ما عندوش علاقة بالقانون الثيورم، لأنه هنا chain rule عادية. قال لك أثبت أنه dw على dx تربيع زي dw على dy تربيع تساوي dw على dr dw على d theta، هذا قانون عادي. اوكي، chain rule هذا، مش المثال ما هوش ما هو implicit ولا explicit. اوكي، طبعا لما يقول لكم اثبتوا تحسبوا هذه وتحسبوا هذه وتسووا توريهم يسوون بعض، يعني بس تشتقوا، تشتق هذه تشتق هذه تشتق هذه تشتق هذه وتكتب المعادله اليمين واليسار وتثبت انهم يسوون بعض. هذا شو سوينا، اشتقينا على x، اوكي اشتقينا على ثيتا وعوضنا، يعني ما فيش مشكلة. طيب، هنا خاطر كثرة المتغيرات تلخبط بس. أرسل. طيب، هذا نفس الشيء كله chain rule. هذا chain rule بس مش زي العادة زي الأمثلة الأخرى، يعني هنا قال لي W تساوي كوساين إكس واي بلس كوساين إكس من واي، قال لي أثبت إن W X X minus W Y Y equal zero. طيب هذا شو أسميه؟ هذا زي ما يقول chain rule بس أنت تسوي، يعني أنت إحنا نقدر نبدله رجعه chain rule، يعني نقول ليش هذه ما سميهاش U، بس مش مفروض، يعني هذه بس طريقة أخرى. احنا غالبا زي العاده في العاده غالب نعطيكم الداله بمتغيرين ونقول لكم المتغيرين شو هو. هنا انا ما قالش، قال لي الداله اكتبها لي مباشره، وقال لي يثبت انه مشتقتها الثانيه على اكس نكس مشتقتها الثانيه على الواي تساوي صفر. يعني انتم عندكم الخيار، اما تشتقوا هذه عاديا على اكس وعلى الواي مرتين، او تستخدموا chain rule. كيف نستخدم chain rule؟ يعني احنا ندخل chain rule نقول ليش هذه ما سميها يو، عشان نسهل الاشتقاقات بس نعاود ما هو مفروض، لانه هنا ما قاليش يوز chain rule. سمي هذه يو في، لو نسميها يو في شو تصبح؟ اليو هي اكس زائد واي، والفي هي اكس ماينس واي، والدبليو شو تصبح؟ كوساين يو زائد كوساين في. طبعا شو اضاف لنا هذا؟ هذا حيسهل لنا الاشتقاق، حيسهل لنا الاشتقاق كثير،
ولأنه تقدر تشقه من غيره يعني موش مفروض. ليش هنا؟ لأنه الحين لما نشتق لما سوينا كده لما أقوله طبعا عشان تسوي WXX تعرفوا لي WXX هي معناها أنه مشتقة الواي مرتين على X هذا هو معناها يعني هي D على DX of DY على DX على W على DX DW مش واي أوكي يعني هشتق هذه طبعا احنا نكتبها WX هنعيد نشتقها مرة أخرى يعني هذيك علش كتبنا WX بما أنه استخدمنا فكرة التعويض هذه هنشتق هندخل شفتوها WX هي DW على DX هندخل اليو والفي يعني دخلنا اليو وفي تصبح DW على DU DU على DX زي DW على DV DV على DX شو اللي يصير هنا يصير انه الاشتقاق سهل جدا لانه هذه لو اقولكم اشتقاها على اليو سهلة كوساين يو مشتقتها سالب ساين اوكي وديو على DX هذه لما اقولكم اشتقاها على X هي واحد شفتوا اشتقاقات سهلة مش معقدة ودي دبليو على دي في مشتقة كوساين سالب ساين ودي في على دي اكس مشتقة على اكس واحد سهلة اوكي طيب مشتقتها الثانية الحين نبقى باليو والفي من غير ما نعوضهم بالاكس والواي هشتق مرة اخرى هذه على هذه هنطبق عليها تشير رول مرة اخرى هنشتقها على اكس يعني ندخل اليو شفتوا استعملنا الدبليو اكس هنا لانه دي دي تربيع و W على DX تربيع هي نفسها D على DX D W على DX قلنا اللي هي هذه اسمها WX نقدر هي هذي يعني المشتقة الثانية حنشتق مرة أولى مرة جديدة لل WX يعني القانون شو يصبح يعني يصبح WX نسوي عليها chain rule هندخل عليها ال U وال V أوكي مشتقة على WX على DU هتشتقوا طبعا هذه على اليو سالب كوساي اوكي هذه طبعا مشتقتها صفر اوكي وديو على DX دائما واحد وبعدين هنشتق DW على DV مشتقة هذه سالب كوساي اوكي وطريقة هي هحل لكم طريقة اسهل شوية بعد بعدين نفس الشيء نسوي للواي مرتين ونعوض نلقى صفر شفت ما استعملناش الX والواي تعويض هذه ناكس هذه لقيناها صفر بس عوضنا باليو والفي يعني هو هذاك شو قال لي؟ قال لي اثبت انه هذه تساوي هذا شو معناه؟ الفرق صفر طيب اللي عاوز اللي مش عاوز يستخدم هذا شو يسوي؟ يشتق عادي هذه نشتق على اكس دبليو اكس كم مشتقتها على اكس اوكي هنا كومبوزيت فانكشن يعني كوساين الزاويه مشتقة الكوساين هي ماينس ساين X زائد Y في مشتقة اللي داخل الزاوية داخل الزاوية على X هي واحد لأنه يعني بشتق على X فما إيش مشكلة هنا أوكي بعدين مشتقة هذه الكوساين مشتقتها شو هتكون نفس الشيء سالب ساي في مشتقة اللي داخل الزاوية داخل الزاوية مشتقتها واحد هذه ما فيها مشكلة سهل الحين لو عاوز تشتقوا X مرتين يعني نفس الدالة هذه حعايدة اشتقها مرة أخرى على X شو تصبح هذه ماينس اوكي هنعيد نشتق مشتقة هذه على اكس مشتقة الساين هي كوساين وعندي سالب تصبح سالب كوساين اكس واي زائد في ضرب مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية على اكس هي واحد نفس الشيء ماينس كوساين اكس ناقص واي اوكي مشتقة الزاوية واحد هذا نفسه اللي لقيناه احنا باليو والفي يعني احنا هذاك الشيء لقينا يعني فيش فرق لو تلاحظوا هنا هذا هو شو لقينا لاحظوا هذه شفتوها هذه هي نفسها هذه هي نفسها هذه هكا ما استعملناش اليو في لقينا نفس الشيء اوكي فيش فرق نفس الشيء لو هشتق على الواي طبعا لو هتشتقوا على الواي وردوا بينا شويه لانه في مشتقة الزاوية فيها سالب لو هذه ال W هنشتق على الواي يعني هنسوي دبليو واي شو هتكون هذه في الأولى ما في مشكلة مشتقة الكوساين هي سالب ساين ومشتقة الزاوية هي واحد يعني مشتقة الواي واحد لكن هذه لما هتشتقها على الواي شو هتلقاه؟ هتلقاه سالب ساين في مشتقة الزاوية، الزاوية هي اكس ماينس واي مشتقتها على الواي كم هذه؟ سالب واحد يعني هذه تصبح موجبة اوكي؟ هذه لازم تردوا بالكم منها بس
اوكي دائما ما تنساوش تشتقوا اللي داخل. طيب شفتوا لو كان سوينا شيرون ما نحتاج نسوي هذا، هو نحتاج هو موجود هنا اشتقيناهم يعني هذا مشتقيناهم صحيح، لكن كانوا مفصولين. نفس الشيء لو اسوي WYY راح نعيد نشتق هذه مره اخرى على الواي، مشتقة الساين هي كوساين، مشتقة الزاوية هنا يعني مشتقة على الواي هي واحد، مشتقة على دلالة الواي مشتقة على الواي واحد، وهذه نفس الشيء مشتقة الساين هي كوساين. اوكي في مشتقة الزاوية على الواي هي سالب يعني هذه تصبح سالبة. اوكي بعدين لما اسوي دبليو اكس مع دبليو واي واي تلقى زيرو. حبيت نوريكم انه تقدروا تحلوا السؤال العادي بالطريقة مباشرة كما تقدروا انتم تسويوا تشير رول يعني زي ما سوينا، رغم هو ما قاليش تسوي تشير رول يعني هذه، بس حبيت نوريكم انه الأسئلة تقدروا تتحل بطريقتي تلقوا نفس النتيجة. نفس الشيء هنا كل الأسئلة نفسها. اوكي طيب هذه بالنسبة للتشير رول وتطبيقاتها، او بالنسبة للإمبليسيت ديفرنسيشن بالقانونين اللي هي بارشل ولا عادية. اوكي دكتور تفضل. الامبليسيت ديفرنسيشن قبل كنا ناخذه اذا وين نشتقه يطلع واي داش، اي عادي واي واي داش، واي داش هي هذه واي داش شفتوها هذه واي داش اوف اكس. لما نقول واي داش لما تكون الواي عندها متغير واحد اف اكس نقول مشتقتها هي واي داش، لكن واي داش في الرياضيات نقدر نكتبها دي واي دي عاديه نفس المعنى راه دي إيه، بس تو اشتقينا السالب واي بسالب واحد بس. تحكي لي على المثال الاخير اللي سويناه؟ ايه ايه لا, لا المثال الاخير لا لا مش واي داش، لا هذيك واي داش لما تكون واي داله، بس هنا دا واي ما هي داله، واي متغير الحال وين هذا الواي ما هي داله، هذا ما هيش واي اوف اكس ولا واي اوف زد ولا هي متغير عادي زي الاكس متغير عادي الحال، مشتقة الواي على الواي هي واحد. اوكي لما نقول لكم اشتق الواي بدلالة واي نقول لي مشتقتها واحد اللي انت بتسميها واي داش، انت سميتها واي داش، واي داش هي واحد يعني لانه دالة اسية كأنك واي اس واحد، شوية مشتقة واي اس واحد بدلالة واي هي واحد بدلالة واي مش بدلالة اكس، يعني مشتقة على الواي وبدلالة اكس صفر لانه ما فيها اكس. اوكي هذيك لما تسوي مشتقة الواي هي واي داش لما تكون واي دالة، دالة يعني واي تكتب دالة، دالة عندها متغيرات عندها متغير ثاني اسمه اكس. اوكي بس هنا الواي هو متغير زي الاكس زي الزد زي غيره ما هوش دالة. اوكي امتى يصبح دالة؟ لما يصبح implicit يعني يصبح حل معادلة، فنقول لكم المعادلة هذه. اوكي اشتقوا لي الواي بدلالة اكس وتقول لي اي هذه الواي لو اجيبها هلقاها اكس واي تربيع ايكوال اكس تربيع، يعني الواي هي بلس ماينس اكس، يعني الواي هي نفسها دالة لانها امبليسيت موجوده في معادله، بس لما تكون متغير الحال وكده ما هي داله، يعني مشتقتها واحد على الواي وصفر على الاكس. اوكي طيب هذا بالنسبه للاشتقاق. طيب اكتفي هنا ونرجع المره الجايه نبدا بالدايركشنال ديريفيتيف. اوكي عشان نبدا حاجه